من مركز أبوظبي للغة العربية، حياكم الله معنا اليوم في ورشة أدوات الكتابة الشعرية بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، تقدمها الدكتورة عائشة شامسي. الدكتورة عائشة شامسي أستاذة جامعية حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد، وتشغل حاليا منصب رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات العين والرويس ومدينة زايد. شاعرة وكاتبة وناشطة مجتمعية، لديها ديوانين شعريين وكتاب نقدي حاصل على العديد من الجوائز. قامت أمسيات شعرية داخل دولة الإمارات وخارجها، شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية. يرجى العلم بأن الورشة ستكون في 3 أيام، تبدأ اليوم وتختتم يوم الخميس الموافق 25/8، والورشات سوف تكون مسجلة، وسيتم إتاحة تسجيل الورشة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز لاحقا. في حال وجود أي استفسارات أو أسئلة أثناء الورشة، يرجى كتابتها في صندوق الأسئلة أو عن طريق رفع اليد للتحدث، وستقوم الدكتورة عائشة الشامسي بالإجابة عليها. تفضلي دكتورة. مساء الشعر ومساء السعادة ومساء الخير. شاكرة عائشة لهذا التقديم. نلتقي اليوم في ورشة كتابة الشعر العربي وأدوات كتابة الشعر العربي. ستكون تقريبا مدة الورشة ما يقارب 50 دقيقة، أعتقد تبقى آخر 10 دقائق سأتركها للأسئلة، وإن كان يعني هنالك أي أسئلة أثناء الـ الورشة يمكنكم رفع اليد وفتح المايك والحديث. بداية، لمن يحب الشعر ولمن يتوق لتعلم الشعر، يعني هنالك أدوات لهذا الشعر يجب أن يتمكن منها الشخص الذي لديه موهبة. لا يمكن لأي شخص عادي أن يكتب الشعر إلا إذا كان لديه هذه الأدوات. وسنبدأ طبعاً في البداية بتمهيد عن ما هو الشعر، تعريفات، جزئيات وتفاصيل خاصة بالشعر قبل أن نبدأ بالحديث عن الجملة الشعرية اليوم والأشكال الشعرية. كما قالت عائشة بأن الورشة ستكون 3 أيام إن شاء الله. في كل يوم سيكون مخصص لموضوع ما. في البداية سنتحدث عن أشكال الشعر والجملة الشعرية. غدا بإذن الله سنتحدث عن موسيقى الشعر، وهذا الموضوع جدا جميل يعني ومشوق أيضا. في اليوم الأخير سيكون أكثر متعة من اليومين السابقين، سيكون فيه قراءات شعرية، مناقشات شعرية جميلة بيننا، وعرض نماذج من القصائد، قصائد طبعا وكتاباتكم أنتم في نهاية الورشة. دعونا نبدأ. عندما تم يعني الحديث عن الشعر، طبعا كل شخص سواء كان أديب أو كاتب أو لغوي أو بلاغي، هذا الشعر يعرف الشعر بما يشعر هو اتجاه هذا الشعر. وطبعا الشعر من كلمة الشعور، فبوريس قدم عرف الشعر وقال بأن هذا الشعر هو موسيقية الأشياء التي تنبعث كموجات من أجل خلق صور تراب الكلمات. الشاعر لديه مقدرة جميلة وعجيبة جدا بأنه يستطيع أن يصور أي شيء، سواء كان هذا الشيء محسوس أو غير محسوس بالكلمات. الفنان طبعا يرسم بريشته، أما الشاعر فهو يرسم عن طريق هذه الكلمات والقصائد التي يكتبها. كما قلت سابقاً، اليوم سنبدأ بالأشكال الشعرية والجملة الشعرية. هنالك مصطلحات مهمة يجب أن نعرفها في البداية، أولها الشعر. يعني أنا دعوني أسألكم، في قبل قليل قلت بأن كل شخص يستطيع أن يعرف الشعر من منطلق بعيد عن التعريفات والمصطلحات التي نحن نعرفها وكتبها الكتاب والأدباء والبلاغيين والقدماء الأدباء القدامى. ما هو الشعر بالنسبة لكم؟ أي حد يقدر أنه يعرف لنا الشعر؟ طبعاً ابن قدامة قال بأن الشعر هو كلام
موزون مقفى. وقبل أن يقول هذه الجملة قال بأن الشعر له معنى وهو كلام موزون مقفى. تعريفات أخرى للشعر يعني أنه هو إعادة تصوير ما نراه بالكلمات كما قيل. الشعر أن تشعر أنت بما حولك بطريقة مختلفة عن الآخرين. وطبعاً مثل ما قلت إن الشعر هو موهبة، يعني لا يهبها الله إلا لأشخاص معينين، والشعراء دائماً لهم إحساس مرهف اتجاه الأشياء. يعني ممكن أن يمر شخص عادي أمام مثلاً شجرة ويراها شيء عادي جداً، ولكن يمر شاعر ويراها يعني أعجوبة من الأشياء التي يراها، ممكن أن يصورها بطريقة أخرى، تمر على منظر تراه أنت تراه بأن شيء عادي، منظر عادي، ولكن من شفافية هذا الشاعر فإنه يشعر بالأشياء بطريقة مختلفة. فدعونا على ما قاله ابن قدامة بأن الشعر هو كلام له معنى وهو موزون ومقف. كلمة بحور الشعر، يعني كثير أكيد ما تتردد أمامكم بأن هذه القصيدة على بحر الوافر، على البحر المتقارب، على البحر المتدارك، أو على بحور يعني مختلفة. فما معنى كلمة بحور الشعر؟ هي القوالب الموسيقية التي نضع نحن فيها هذه الأبيات، الجمل الشعرية التي ينظم عن طريقها الشاعر هذه القصيدة. بأبسط تعريف هي النغمات التي نكتب عليها. يعني في بعض الشعراء للعلم يعني خاصة في بداياتهم لا يعرفون ما معنى كلمة بحر، أو لا يعرفون إذا سألت عن يعني هذه القصيدة لك على أي بحر لا يستطيع، هي قصيدة موزونة ولكن لا يستطيع أن يسمي لك هذا البحر، لأنه يكتب بالسماع الموسيقي بالنغمة، فهو يلحن ما يكتب. فنستطيع أن نسمي البحر بالنغمة أو اللحن الذي نكتب نحن عليه، ويجب أن تسير هذه النغمة في كل أبيات الشعر، سواء كانت هذه القصيدة قصيدة عمودية أو قصيدة تفعيلة. ولكن هذا البحر يتكون، أو هذه البحور تتكون من جزئيات، هذه الجزئيات نحن نسميها تفعيلة. مثلا عندما نقول كلمة فعول فعول فعول، أو متفاعل متفاعل متفاعل، كل بحر لديه تفعيلة معينة، سواء كانت التفعيلة مركبة، يعني مثل مفاعلة مفاعلة فعول، أو هي مفردة تتردد في كل الأشطر أو في كل البيت الشعري، مثل فعول 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 فعول. فالتفعيلة هي وضعت ليوزن عليها الشعر، مثل ما قلت، مثل فعول ومفاعيل ومستفعل. يمكن تكون البداية بالنسبة لكم مملة، ولكن يعني حتى عندما بعدين أتكلم أنا عن قافية أو أتكلم عن بحر أو عن موسيقى تعرفون ما هذه المصطلحات. القافية، ما هي القافية؟ في حد يعرف شو هي القافية؟ موجودين؟ القافية هي نعم دكتورة، تفضل. أنا لأني ما هي... أشوف ما. نعم، القافية هي نهاية كل بيت شعري. نعم، هي نهاية كل بيت شعري يسير عليها البيت الشعري بانتظام، وهي يعني لذلك قالوا عن القصيدة القديمة قصيدة عمودية، لأنها تسير على العمود هذا، القافية هذه. شكرا لك. إذن هي المقاطع الصوتية اللي تكون في أواخر الأبيات ويلزم تكرارها في كل بيت من الأبيات، لذلك سميت بالقافية لأنها تقفو أثر كل بيت. طبعا عندنا أنواع للقافية، منها قافية مطلقة ومنها قافية مقيدة حسب نفسية الشاعر عند كتابة هذه القصيدة. يعني ما معنى قافية مقيدة؟ بأن يكون الحرف ساكن مثلا، وفي مثلا لنعطي مثال، سلام عليك أمير الملاحة،
أود الحديث بكل صراحة، فما عاد للحزن عندي مكان، وما عاد للدمع عندي مساحة. سأبقى قريبا لأني أحب، وليس لأني أريدك واحة. طبعا نهاية هذه الأبيات هي القافية الساكنة، نسميها قافية مقيدة عندما تنتهي بحرف ساكن. لذلك نحن عندما نسأل عن القافية هنا نأخذ الحرف المتحرك ما قبل هذا الحرف الساكن في النهاية. أما القافية المطلقة هي التي يكون فيها الحرف متحرك، مثل البيت هذا الموجود لدينا هنا: ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. هنا هذا الحرف المتحرك هو القافية المطلقة. الشاعر، لذلك الأدباء والنقاد عندما يبحثون أو يحللون بعض القصائد يستطيعون أن يصلوا إلى الحالة النفسية اللي كان يكتب فيها الشاعر، فأيضا هذه القوافي أو هذه القصائد تؤدي وظيفة نفسية بالنسبة للشاعر، بالنسبة أيضا للمتلقي. بالنسبة للشاعر نستطيع أن نصل إلى حالته النفسية حين يكتب. لذلك في بعض القوافي لا يمكن أن نكتبها لمناسبات معينة، مثلا القافية المقيدة لا أستطيع وأنا أكتب قصيدة حماسية مثلا وطنية وحماسية فيها حماس أن أضع لها قافية مقيدة، ممكن أن تعطي معنى آخر عندما أنا ألقيها. ولكن عندما تكون القافية منطلقة حرة توحي أيضا بانطلاق بحماس. فهذه هي القافية، عندنا هنا الحرف الروي الراء المكسورة، وهنا لأن الحرف الأخير هو الحرف الممدود فلدينا القافية هي الباء الممدودة. هذه هي القافية. طبعا هذا يكون في القصيدة العمودية. الآن عندما نتحدث عن الأشكال الشعرية في اللغة العربية، طبعا مر الشعر العربي بمراحل عديدة، يعني هم لا يستطيعون أن يحددوا للآن من هو كاتب أول بيت شعري، أو متى ظهر البيت الشعري، أو كيف وصلوا إلى كتابة هذا الشعر. ولكن مع مر العصور، نحن بدأنا من العصر الجاهلي، ما وصلنا من قصائد من العصر الجاهلي إلى مرورا بالعصر الأموي العباسي وما بعده من العصور إلى الآن عصرنا الحديث، هنالك شكلين اتفق عليهما الأدباء، ولن أتطرق للشكل الثالث ولكن سأقوله يعني ونحن نتحدث، هما الشعر العمودي وشعر التفعيلة. الشعر العمودي هو ما صار على عمود الشعر، القافية تكون محددة تتكرر في كل بيت من الأبيات. أما شعر التفعيلة من اسمه شعر حر منطلق تخلى عن القافية. النمط الثالث، وهو طبعا كما قلت فيه اختلاف من الكتاب والنقاد أو اللغويين من اعترفوا به، وفي بعض العلماء اللغة العربية لم يعترفوا به، وهو ما يسمى بقصيدة النثر. لأنهم من عرف الشعر بأن الشعر هو موسيقى، يعني يجب أن تكون فيه موسيقى أو يقوم على بحر وزن معين، قالوا بأن قصيدة النثر ليست من الشعر، ومن قال بأن الشعر له معنى صور معبرة كذا قال بأن تدخل هذه قصيدة النثر ضمن الأشكال الشعرية. قصيدة النثر ما هي؟ إن هذا الشخص أو الكاتب يكتب مجموعة من الجمل الشعرية من العبارات فيها الكثير من الشعرية وفيها الكثير من الصور والمحسنات والمجاز وغيرها، ولكن لا تمشي لا على عمود الشعر ولا على فيها وزن ولا تفعيلة. فنحن لن نتحدث عنها، سنتحدث فقط عن الشعر العمودي، وهو أحد أنواع الشعر. طبعاً يكتب على شكل كما قلت أبيات تتكون من شطرين، الأول يطلق عليه صدر البيت والشطر الثاني يسمى العجز، مثل: يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. فهنا الصدر
هذا وهنا العجز. وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. في مجموعة من الكتاب في منتصف القرن 19 تقريبا في المنتصف قالوا نحن نريد أن نتخلى عن شيء اسمه قافية. شعروا بأن هذه القافية تقيدهم، وهم كانوا يعني من الجماعة التي ينادون بالحرية في كل شيء حتى في الشعر، فكسروا هذا العمود ليصنعوا شيء جديد، ثورة جديدة في القصيدة الشعرية العربية. وهم جماعة اللي بدأت بهم نازك الملائكة عندما كتبت أول قصيدة لها على شعر التفعيلة اللي هي قصيدة الكوليرا، ثم بعد ذلك جاء السياب وغيره. شعر أو قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر تحرر من القافية فقط، ولكن بقيت الموسيقى موجودة، يكتب على بحر من البحور التي نعرفها 16 وفيه تفعيلات، ولكن لا يقوم على البيت الشعري أو نظام الشطرين، ولكن يقوم على نظام السطر الشعري، فهو يتكون من شطر واحد نسميه سطر شعري دون عجز، يقوم نسميه بالحر لأنه تحرر من القافية والشكل. الشاعر له حرية أن ينوع في هذه التفعيلات، ممكن أن تأتي في السطر الواحد تفعيلة واحدة، السطر الآخر تأتي ثلاث تفعيلات أو تفعيلتين وهكذا، وهو له مطلق الحرية يعني حسب ما يشعر به وحسب الدفقة الشعورية التي تأتي في هذه الجملة الشعرية، ولكن يلتزم بالبحر. عندنا مثال من قصيدة محمود درويش: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. نلاحظ بأن الأسطر مختلفة في طولها، هذا نسميها شعر التفعيلة، هنا مثلا ثلاث تفعيلات جاءت، وهنا تفعيلتين، هنا تفعيلتين، هنا تقريبا ثلاث وهكذا. فقالوا بأن هي صح فعلا إنها تخلت عن القافية، ولكن في موسيقى يعني عندما نقرأها نشعر بالموسيقى الداخلية الموجودة فيها، فنهايتها هي النهاية الموسيقية في كل شطر، مثل أحن إلى خبز أمي، هذه النهاية الموسيقية هي نهاية الشطر الشعري. إذن هذه أشكال الشعر لدينا اللي هي القصيدة العمودية والقصيدة التفعيلة. أغلب يعني ما أراهم ما أقرأ لهم الكتاب، خاصة الشباب يكتبون على شعر التفعيلة أو الشعر الحر، وهذا جدا جميل. يعني المهم أن يكتب الشخص الذي لديه موهبة، المهم أن يكتب، ولكن لا ضير أن يجرب إنه يكتب الشعر العمودي، يمكن لأني أنا أحب الشعر العمودي. مثل ما قلت إن البيت الشعري طبعا له أقسام، فيه الصدر هو الشطر الأول، مثلا الواجهة، واجهة البيت الشعري نسميها هذا الصدر، مثل ما نقول في لهجتنا العامية صدر المجلس، يعني بأن الواجهة واجهة المجلس أو بدايته، فهو الشطر الأول من البيت. العجز هو الشطر الثاني من البيت، ولدينا العروض، هذه هي التفعيلة الأخيرة من الصدر. أما الضرب فهو التفعيلة الأخيرة من العجز، والحشو هو التفعيلات ما بينهما، فهي لا ضرب ولا عروض. أما الروي فهو الحرف الأخير من البيت الشعري في القافية. هذا مثال حتى نعرف، لدينا هذا نسميه الصدر وهذا عجز البيت. أين العروض هنا؟ في أي كلمة العروض؟ اعتدى. نعم، في كلمة اعتدى، والضرب أحسن في كلمة أحسن. نعم، هذه. أما ما بينهما فهو نسميه الحشو، من التفعيلات اللي بينهم نسميها هذه
هي الحشو. نأتي الآن الجزء الأخير من ورشة اليوم، صناعة الجملة الشعرية. كيف نبدأ؟ طبعاً القصيدة تتكون مجموعة من الجمل الشعرية. هذه الجمل الشعرية هي التي تكون لنا البيت. الشاعر لا يفكر في القصيدة ولا يفكر في الجملة الشعرية، وأني يعني أجلس بيني وبين نفسي وأقول بأني اليوم سأكتب على البحر الفلاني، وسأكتب عن الموضوع الفلاني، وستكون القافية بهذا الشكل. الشعر يأتي هكذا، يعني دون أن يطرق بابا. لذلك عندما نقول بأن الجملة الشعرية هي ابتكار علاقة جديدة بين شيئين، هي موهبة. يعني لا تسأل شاعر كيف كتبت هذه الصورة الشعرية في شعرك. مثلا عندما أقول في هذا البيت، هذا من قصيدة اليوريد، نهوي فيتكئ الوجود على المدى غافا تمدد فوقه القمر. ممكن أن يمر شخص وينظر إلى هذه المسافة البعيدة ومجموعة من الغاف الموجود بأنه منظر عادي، منظر غاف موجود، مجموعة من شجر الغاف، وفي ليلة مقمرة، ويمر يستمتع بهذا المنظر دون أن يحرك فيه شيء. ولكن أن يمر شاعر وينظر إلى هذا المنظر، ينظر إليه بطريقته هو، بشعوره هو. فعندما نهوي يتكئ الوجود على هذا المدى البعيد، هذه المسافة، يعني نتخيل بأن هذا الوجود كامل متكئ بطريقة ما على هذا المدى. وهذا الغاف هو يعتبر مثل السرير لهذا القمر، فالقمر تمدد فوقه، غافا تمدد فوقه القمر. نبتكر نحن العلاقات الجديدة في الجملة الشعرية. ممكن أن يدخل شخص وينظر إلى هذه الطاولة التي أمامي الآن، طاولة، ولكن الشاعر ينظر إليها ويكتب فيها جملة شعرية بطريقة ما، يعني مثلا طاولة مرهقة، طاولة محملة بالهموم، طاولة بلا مقعد مثلا يسامرها، هنا لدينا تمشي على عين السماء غيمة. هل السماء عين؟ إذن الشعر دائما هو هندسة الكلمات، ولكن بطريقة ما، بطريقة مبتكرة، بطريقة جديدة، نوحد بين كلمتين دون أن يتوقع أحد كيف جمعنا بينهما. حد عنده أي سؤال قبل أن نكمل؟ في أي سؤال؟ لطفاً دكتورة، تفضل. ممكن بس أعرف الاسم. إدريس الحضرمي، تفضل. بس أنا شددني دكتورة عبارة صناعة الجملة الشعرية. يعني هل الشعر صناعة فعلاً؟ سؤال جداً ذكي. هو الكثير اعترضوا على هذا. أنت سمعتها وأنا أتحدث، صح؟ هي غير مكتوبة. لا، مكتوبة أيضا. أين؟ في الشريحة هذه التي أمامنا، صناعة الجملة الشعرية. في البداية، صحيح، في البداية، صناعة الجملة الشعرية أو كتابة الجملة الشعرية. أنا أخطأت فيها عذرا يعني، ولكن كلمة صناعة تم الاعتراض عليه كثيرا وعليها جدل. الشعر هو ابتكار، ولكن فيه أيضا صناعة. يعني أنت مثلا عندما تصنع الحلي الذهب، عندما تصنع بطريقة جميلة، بطريقة منمقة، هل هو ابتكار ولا صناعة؟ إدريس؟ يعني دكتورة، هناك جانبين في الموضوع. جانب يعني هل هي موهبة في البداية؟ ثم هل هي صناعة؟ أنا أرى أنه كما ذكرتي، أنه إذا كانت الموهبة موجودة، ممكن أن يجود الإنسان هذه الموهبة إلى أن تكون صناعة. أنا حقيقة أول ما دخلت هذه الورشة، أنا شدتني يعني أنه
هل ممكن الإنسان أن يتعلم كيف يكتب الشعر فعلاً؟ أما أن هذا الأمر هو موهبة عند الإنسان يصقله فقط هو يصقله وتبقى الموهبة، لكن أن يكون إنساناً ليس لديه موهبة، موهبة الشعر، هل يمكن أن يكتب؟ ربما يمكن أن يكتب ما يسمى قصيدة النثر، وجهة نظري، لكن أن يخوض غمار الوزن والقافية والسطرين الشعريين أو السطر الشعري، أظن أنه سيصبح شعره أقرب إلى الصناعة. صحيح، لكن في البداية أريد أن أقول لك بأن الموهبة مختلفة والصناعة مختلفة. الصناعة بمعنى أن تصنع الشعر ويكون منظوم، فعندما تصنع الشيء أنت تصنعه بطريقة وأنت تفكر فيه. هذا التفكير بالوعي في عند أغلب الشعراء الذين يكتبون بصدق ويكتبون بعمق غير موجود، هذا يخرج من اللاوعي. طبعاً لن ندخل في كلام العلماء النفس وغيرهم، لكن شكراً لأنك أثرت، هل يستطيع الإنسان أن يكتب شعراً وهو ليس لديه موهبة؟ أنا في البداية ذكر أن عندما تكون الموهبة تحتاج إلى صقل، ولكن شخص ليس لديه أدنى موهبة ممكن أن ينظم، لأن في بعض الأشخاص مثلاً، لنعطي مثال من شيخ النحويين اللي هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي معروف شخص لغوي، ولكن يعني كان يقول للشعراء في عصره، يعني أنا عالم اللغة ولا أستطيع أن أكتب بيت، وأنتم يعني إن لا تعرفون، يعني لم يصلوا إلى مستوى أبو الأسود الدؤلي، ولكن كان يكتب أبو الأسود الدؤلي، كان ينظم ولا يكتب الشعر، ينظم بعض الأبيات، فكانوا عندما حتى يقول هذه الأبيات كان يضحك لأنها أبيات لا علاقة لها بالشعر. فممكن شخص درس علم العروض وغيره يستطيع أن ينظم الشعر فيصنع، ولا يعني ممكن أنت تتعلم طريقة العروض لأن هي مثل العملية الحسابية وتبدأ، ولكن عندما تبدأ بإلقاء هذا الشعر سيشعر الذي أمامك بأن ما تقوله ليس بشعر. لذلك بعض القصائد نحن نتفاعل معها بطريقة غريبة، يعني لأن نشعر بأن ما كتبه هذا الشاعر وصل إلى أعماقنا، ولكن بعض القصائد لا يشدنا منها حتى كلمة واحدة لأن هذا الشخص كتبها بطريقة النظم. صناعة الشعر عادة تستخدم في المواضيع الجاهزة، مثلاً أنا أطلب من شخص أن يكتب لي قصيدة في الموضوع الفلاني فهو يصنع هذه القصيدة، ولكن ما أكتبه أنا لنفسي وما أشعر به هذا هو ابتكار الشعر، هذا هو الإبداع، هنا يكمن الإبداع. إدريس وصلت؟ شكراً دكتورة، واصل الفكرة، تسلمي. أنت تكتب الشعر؟ لا، أنا لا أكتب الشعر. يعني هل ممكن أن نتفاجأ في نهاية الورشة أنك كتبت لنا بعض الأبيات؟ يلا نرى دكتورة، نجعل ذلك للقدر إن شاء الله. في أي سؤال الموجودين؟ زين، ممكن أطلب منكم أن نضع جملة شعرية على أي شيء أمامكم. أنا هنا مثلاً خد الشمس أو خداء الشمس، الخدود اثنين. ممكن أن ننظر للأشياء اللي موجودة أمامنا ونعطيها صفة شعرية. عائشة موجودة؟ ما زلتي موجودة عائشة؟ نعم موجودة. عائشة كانت من طالباتي في جامعة الإمارات عندما كنت في جامعة الإمارات، تكتب الشعر وأعتقد ما زالت تكتب الشعر، صحيح عائشة؟ صحيح. ممكن تعطينا بعض الجمل الشعرية إذا كان يحضرك؟ ما من اللي كتبته يعني؟ هي. بيتين يعني بس. اللي تريدي عائشة. بس هو مش بالفصحى يعني.
عادي مش مشكلة. يفداك العمر والمال والحالي، كل شيء من دونك نقص قدرة، ما خالف القلب غيرك علي غالي، ولا غيرك يفرق بعيني ويهم أمره. شكرا عايشة. إنزين أمامكم أي شيء؟ السلام عليكم. السلام، تفضلي. أنا في الأمس كنت جالسة وأتتني هذه الكلمات: معك أنا حبيبة. قلت فيها: الصباح أنفاس عود ودخون، دخون الصباح أحبها بجنون، ويكون هناك حديث ذو شجون. لم أكملها بعد. شكرا حبيبة. حبيبة أعطت جملة شعرية بأن للصباح أنفاس كرائحة الدخون. هذه هي نظرت لنسمات الصباح بطريقة مختلفة. فمن يعطينا أيضا يعني جملة شعرية أخرى من الموجودين؟ أنا أشوف 22 الموجودين. دكتورة، في وحدة تكتب في الكوت شمة. موسى كتب صوت النجوم، صحيح، ممتاز، جميلة. والقلم شمة، القلم حنة حبره لأوراقي. هذه أيضا من الجمل الشعرية. صمت العيون سليمان، جميل. حتى بكاء الغيم، بكاء السماء، في أي موضوع مريم؟ في أي موضوع أنت يعني تريدين؟ كان زهير بن أبي سلمى عندما يكتب قصيدة كان يأخذ سنة أو سنتين وهو يكتبها وينقح فيها. فالشعر ليس بالشيء السهل يعني، لكن كانوا في القديم يحرصون على تجويد هذا الشعر، لذلك يعني كانوا ينقحون قصائدهم لمدة عام أو عامين لا مشكلة. وكان طبعا تضرب في العصر الجاهلي، كانت تضرب الأسواق ويتنافس الشعراء في ذلك. رسمت السحب لوحة، جميل. عماد الدين فعلا لذلك كانت تسمى بالمطولات، وكان يعني منها ما اختاروه حتى يكون من ضمن المعلقة. وأوراقي تناثرت فطيم كمشاعري عند فراقك، جميل. ممكن أشارك؟ تفضلي، أكيد ممكن. أنا فدوى من السعودية وأكتب الشعر بصوت الأطفال ولهم يعني. ممتاز، يعني قصائد للأطفال، صحيح فدوى؟ أيوة أيوة. هذه من يعني هذه الكتابات اللي هي الكتابات التي تخص الأطفال، سواء كانت في الشعر أو في القصص، من أصعب الكتابات لأنك تنزل إلى مستوى هذا الطفل حتى تخاطب عقله. تفضلي فدوى. سحر طبعا هو عن الألوان، لو يعطونها للأطفال إيش راح يسوون فيها. تحرك الأزرق نشطا، رسم الغيمة وقطرات مطر تترقرق، رسم البحر والأمواج وأسماك تلعب في الضوء وتبرق. بحار يفرح بالترح، بحار يفرح. لا لحظة، أنا شكلها هذه مصلحة. المهم، بحار يفرح بالصيد، يضحك فيهتز الزورق، دلفين يمرح هنا وهناك، حبار يتأمل شمسا تغرب، لا لا بل تغرق، تختبئ الأسماك منه يلحقها وتهرب، ويفرز غضبا حبرا أزرق. جميل. عفواً، أنا عاد يعني تلجلجت وأنا جالسة أقرأها، أنا في السيارة عايدة من الشغل والخط صغير وجالسة أكبر، فعذراً يعني. لا لا مش مشكلة فدوى، شكراً يعني. بس إذا كان جميلة يعني يهمك أرسلها بكرة مكتوبة أو أنسخها وأحطها على الشات علشان تحضرين الدورة معنا كاملة نتناقش فيها في اليوم الثالث فدوى. إن شاء الله، أنا حريصة والله. للقراءات يعني. إن شاء الله بإذن الله. خلاص إن شاء الله. إيش رأيك طيب؟ جميلة، أنا سجلت بعض الجمل الشعرية: حبار يتأمل شمسا تغرب بل تغرق، جميل يعني هذا التصوير.
ورسم طريقة رسم الغيم والقطرات ويضحك فيهتز الزورق، جميل جدا، حتى هي غنائية أساسا، غنائية شكرا جميلة. هنا شريفة، هل هي ناقصة أم تقصدين نتأت؟ نأتي، آسفة أنا لأنها تذهب إلى الأعلى، فأرثي لحالها ما ذنبها إن اختارها الحرب له سلوى أمامي 500 ليلة سورية مهترئة يرثى لحالها بعد أن كان لها عز وجه. يعني هو هذا تصوير بعد جميل، يعني عيناك توقظ أيمن، عيناك توقظ أزهار الحب الغافية في روحي كل راء لها. جميل إن نصور الأزهار ونشبهها بالإنسان الغافي، وهذه العيون يعني توقظها. مريم، على شرفي شرفتي البيروتية وعبق عقيق قهوتي يفترس البحر سكون صباحي ويفترش أمواجه يرشق وجهي بنسمات أملاحه يرمي بصنارة صياد وشبكة شائكة فوق شبابيك أحلامي يسترق وشوشة قارئتي يقترب مني. جميلة، من شفير مرارة قهوتي علّه يقرأ من أسرار فنجاني على شرف شرفة البيروتية. جميل جدا يا من هذه مريم، جميل مريم، يعني هذا ما كنت أقول عنه. مريم هذه قصيدة طبعا حرة، الشعر الحر، هذا ما كنت أقول عنه، بأننا يعني الشخص المرهف هو من ينظر للأشياء بطريقة مختلفة، يحاول أن يبتكر معنى جديد، وهذا ما يتنافس عليه اليوم الشعراء. ولكن وتحت هذه لكن خطين، أننا لا نغرق في هذه التشبيهات فتصبح كل القصيدة عبارة عن صور، فننتقل من التشبيه إلى الغموض. يعني يقرأها القارئ ولا يفهم منها شيء أبداً. شمع. بالنسبة للبحور سنتحدث فيها غداً، لا تشغلي بالك. أنا عندما دخلت إلى جامعة الإمارات كنت أكتب الشعر العمودي، أنا أحب الشعر العمودي الفصيح، فكنت أكتب الشعر العمودي. يسألني أحد الأساتذة في التعليم الأساسي، كنا في مرحلة التعليم الأساسي، ما على أي بحر تكتبين هذه القصيدة؟ بأي بحر؟ وطبعا هذه اللي قلتها قبل قليل، سلام عليك أمير الملحة، هذه من أول قصائد التي كتبتها. أجبت بأني لا أعرف على أي بحر. تعلمنا في المدرسة بعض العروض، يعني طريقة التقطيع العروضي وغيرها، ولكن لم أشغل بالي بأني والله أنا أكتب على أي بحر. كنت أنظمها، أنا كنت أكتب بالسماء، كنت أطرق وألحن. فعندما أشعر بثقل في اللسان في كلمة معينة أو في موضع معين، أعرف بأن هنالك كسر، وأحاول أن أعوض الكلمة بلحن أو نغمة مناسبة، ثم أبحث عن الكلمة المناسبة. وللعلم حتى في القافية، ترى إن شاء الله أنا طلعت من الجامعة، حتى القافية للعلم، يعني كل الشعراء أو أغلبهم، لنقل أغلبهم، لن أطلق كلمة كل، أغلب الشعراء عندما بدأوا بداياتهم كانت البدايات هي قوافي مختارة يجمع الكلمات، ثم بعد ذلك يبدأ بالكتابة، فيجمع الكلمات اللي مثلا على آخرها ألف وميم، مثلا وئام، سلام، غيرها من الكلمات، ويضعها أمامه، ثم يبدأ بعد ذلك بتشكيل الأبيات الشعرية عندما يكتب على العمود الشعري. أما الآن يعني مع ابتكار قصيدة الشعر الحر، لدينا يعني حرية في أن ننطلق
مع الشعر الحر دون الالتزام بالقافية، ولكن نلتزم بالنغمة هذه أو اللحن هذا. ف يعني اللي كتبت لي شمة، احفظ الكثير من الشعر والقي بينك وبين نفسك، نغمي طبعا قصائد معروفة يعني من بحور معينة، احفظيها، ابدأي إلقائها بنغمة معينة حتى تتعود أذنك، عقلك يخزن هذه النغمات، يخزن هذه القراءات، بعد ذلك ستصلين إلى أنك تصنعين قصائدك أو تصنعين يعني هذا الجو الشعري بنفسك، وتبدأين بكتابة القصائد. غدا يعني طبعا البحور السهلة سنتحدث عنها غدا، طبعا البحور اللي ما تكون مركبة. ما تكون مركبة أقصد إنها ما تكون فيها تفعيلتين، مثل مثلا مفاعلة فعول، تكون فيها تفعيلة واحدة مثل فعول 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 وتتكرر، أو مفاعلة مفاعلة وتتكرر. وابتئي لحنيها وتجدوا يعني تجدوا ممكن الألحان الخاصة، أو أنت اصنعي لك لحن خاص. الشعر ينظم على البحور أم فقط قصدك النبطي؟ نعم النبطي أيضا على بحور، حتى في بعض البحور أصلا متشابهة مع الفصيح، أغلبها تتشابه مع الفصيح. والشعر النبطي يعني مثلا بتقولوا كيف هذا الشاعر يكتب وهو غير متعلم؟ هو يكتب بالسماع. عادة الكتابة أيوة هذه. غدا راح يكون موضوعنا جدا جميل، ممكن نلحن مع بعض بعض البحور الشعرية، ونعرف الفراهيدي كيف توصل إلى هذه الموسيقى وابتكار هذه الموسيقى، راح نعرفها. بعد في أي في أحد يريد يقرأ؟ إنزين ما تحدثت عنه اليوم، هل هو واضح؟ فطيم ممكن فطيم تفتحين المايك وتقرأي. شعر نبطي في صور، ما جربتي تكتبين شعر فصيح؟ زين أعطيني جملة شعرية بالفصيح. طيب في حد كتب؟ مريم ممكن تقرأي مريم موجودة؟ طيب جربي تكتبي لي أمامك كتاب، أمامك ماذا، تكتبي عليه جملة، جملة شعرية. مريم تقرأي مقطع؟ مريم شطآن قهوتي زين. بسألكم سؤال، بما أن لدينا يعني هنا أيضا بعض الكتابات الجميلة من الذكور، من يستطيع التصوير أكثر، المرأة أم الرجل في رأيكم؟ سمعتيني؟ مرحبا. أهلا تفضلي. مساء الخير. مساء الورد والسعادة والشعر. أنا كتير بحب أكتب عن بيروت، فعندي عدة قصايد لبيروت، فإلا ما تمرق مرات كلمة. فكنت قاعدة مرة على البلكون فشرفتي مطلة على البحر وهيك، فطلع معي هيدي القصيدة، سو حقرأ لك إياها هلأ. شطآن وقهوتي. سمعتيني؟ إيه تفضلي. أي أوكي. على شرفي شرفتي البيروتية، وعبك عقيقي قهوتي، يفترس البحر سكون صباحي ويفترش أمواجه، يرشق وجهي بنسمات أملاحه، يرمي بسنارة صياد وشبكة شائكة فوق شبابيك أحلامي،
يسترق وشوشة قارئتي، يقترب مني في هفوة لهفة ألف مرة ومرة، يرتجف ويرتشف من شغفي، سوري، من شفير مرارة قهوتي، علّه يقرأ من أسرار فنجاني، وأمواج الفيروز تسابق رموش الشفق وخيوط الشروق، تركض لتركض متكسرة قرب شرفتي، وتنتشي من شغفي رشفة في أحضان شطآن قهوتي، وترسو أخيرا مسرورة أسيرة أسرار أثيري، ويخفو البحر مسكرا من مسك فنجاني. جميل جدا مريم، شكرا. نشرت بعدة مواقع كتير كمان لقيت أعجاب. أنا بكتب من أنا وبالمدرسة. جميل، شكرا شكرا. جميل دكتورة، جميلة الصورة. هذا سوري، أنا عم بقرأ بمكان، فحبيت إنه ما روح علي الويبينار الجلسة اليوم، فإن شاء الله ما يكون في صوت مسموع كفاية. لا 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 أبدا ما في. شكرا شكرا لتقديرك. شكرا دكتورة. هذا ما نسميه ابتكار العلاقات الجديدة، يعني بين أو ننظر، يعني ممكن أن يكون أحد نظر من هذه الشرفة شخص آخر ورأى المكان أو هذا المنظر مجرد عادي، ولكن شاعر آخر ممكن أن يكتب فيه قصيدة واحدة. طيب جميل، حوالات جميلة. نعم، يعني عطفا على سؤالك، ولكن قبل ذلك الأخت مريم، هذه القصيدة الجميلة الرائعة المليئة بالصور التي ألقتها ممكن صنفها في قصيدة النثر أتوقع، ولا إيش رأيك؟ ممكن. أنت تعرفش أبسط مثال على قصيدة النثر ما هي؟ أنها مثل مجموعة الخواطر، يعني البدايات التي تبدأ. وطبعاً يعني أنا ما أريد أتكلم عن قصيدة النثر كثيراً، يعني لا أريد أن أقف. السؤال اللي أنا طرحته فقط أني كنت أريد أحرككم أن من يستطيع التصوير أكثر أو من يجيد التصوير في الشعر أكثر، المرأة والرجل، أنا كنت أريد أحرككم فقط، ولكن هي امتلاك الأدوات وتأتي مهارة هذا الشاعر في التصوير بغض النظر هو رجل أو هو امرأة. بالعكس، يعني عندنا رجال ما شاء الله، يعني شعراء كبار منذ العصر الجاهلي إلى الآن تميزوا، عندنا شاعرات ما شاء الله يعني منذ العصر الجاهلي أيضا إلى الآن تميزوا. ففعلا الاثنان نستطيع أن نقول هو كيف نحن نقيم هذه اللحظة الشعورية، كيف نستغل هذه اللحظة الشعورية. أنا سعيدة يعني جدا إن في مناقشات، وهذا يعني اللي كنت أنا أريده من الورشة. يمكن اليوم كان التمهيد هو الجزء الثقيل في هذه الورشة، هو غدا اللي هو عندما نتحدث عن موسيقى الشعر. طبعا احنا ما راح نقدر نغطي كل شيء في موسيقى الشعر، سنأخذها بشكل مختصر، لكن إذا في إقبال ممكن أن نقترح ورشة خاصة فقط بعروض وموسيقى الشعر في المرات القادمة. فعلا حبيبة ملكة، موهبة، صحيح موهبة، ممكن أن تجعل هذا الشاعر أو الشاعرة يكتب ولكن تبقى الصورة معبرة أكثر عندما ينظر إليها الناقد أو القارئ، يستطيع أن يصل إلى شعور هذا الشاعر. فالشعراء ترى مفضوحين، تماماً مفضوحين. حد عنده أي سؤال؟ صحيح صحيح، لكن من يملك بعض الأدوات يعني البسيطة في الشعر سيستطيع كتابة الشعر حتى لو بدأ بخواطر. فما كلنا بدأنا بهذه البدايات، يعني لا تحسبوا أن الشعراء ولدوا شعراء هكذا يكتبوا قصائد مفوهة وقصائد عظيمة بهذا الشكل.
كل شاعر كانت له بداية بسيطة يعني يخفيها بينه وبين نفسه. الديوان الأول اللي دائما نخجل إن نظهره للناس، هي عائشة قالت بأن لي ديوانين، أنا لدي 3 دواوين. الديوان الأول هذا الذي أنا أخفيه بيني وبين نفسي، لأن القصائد اللي كتبتها أستطيع أن أصنفها قصائد من الثانوية إلى الجامعة. صحيح الشعر ما يستأذن، لا يطرق بابا أبدا ولا استئذان، ممكن أنت والشعر لا يعني لا تحسبوا أن الشاعر يكتب الشعر هو في مكان هادئ. ممكن أكتب، أنا كنت أكتب الشعر وأعتذر لأساتذتي اللي كانوا يدرسوني في الجامعة، أنا كنت أغلب قصائدي كنت أكتبها وأنا في المحاضرة، فأنا أعتذر منهم جميعا. لماذا دكتورة يعني ديوانك الأول تخفينه؟ لا فهمت أنك تخفينه. يا عائشة أخطأت، ولكن أنا أتحدث عن البدايات الجميلة هذه. يعني أنا إذا أنا أحببت أن أهدي شخص لن أهدي ديواني الأول، لأن أنظر إليه أنها كانت بدايات جميلة بالنسبة لي، لكن ممكن أن يقرأها شخص وأنا الآن في هذا ممكن أن يقرأها بقراءة مختلفة. يعني هذه البدايات اللي إحنا نتكلم عنها، البدايات إنه ما بشرط إن الشاعر ولد شاعر هكذا بقصائد عظيمة. كل شخص عنده بدايات، بالعكس يبدأ يطورها. كيف التطوير؟ إنه يحفظ الكثير من الشعر، يحفظ الكثير عشان يكون مخزون الشعري. أنت كيف راح يكون عندك معجم لغوي؟ فالمعجم اللغوي إحنا نشكله من مجموع القصائد اللي نقرأها، بغض النظر من هو الشاعر الموجود، الشاعر الذي نقرأ له. اقرأوا النصوص اللي تعجبكم، سواء كان في الشعر النبطي أو الشعر الفصيح. من يحب الشعر النبطي يمشي فيه ويقرأ من الشعر النبطي ويحفظ، ومن يحب الشعر الفصيح يقرأ في الشعر الفصيح ويحفظه أيضا. في القديم عندما كان يولد شاعر في قبيلة من القبائل، كان يقيم الأفراح ويعني يبتهجوا بهذا الشاعر ويعلنوا بأنه ولد شاعر في هذه القبيلة. ليش؟ لأنه كان الشاعر بمثابة إن من يدافع عن هذه القبيلة، وعندما تكون هنالك مناظرات أو غيرها من يكون هذا الشاعر متصدي. فكان سلاحهم الشعر في القديم. عطفا على ذلك، إن من أوصلنا لهذه كل هذا الكم من المعلومات كان الشعر، فالشعر ديوان العرب. لا، حفظ عماد، حفظ وليست مرور. تشبيه جميل سليمان. ليست مرور. كيف أنت راح تحفظ يكون عندك معجم لغوي وتتعود على الموسيقى هذه القصيدة أو النغمة هذه؟ لازم تحفظ. عندما كان يعني يأتي شخص حتى في القديم يقول له روح احفظ لك اذهب واحفظ 100 بيت من الشعر ثم ارجع. فالحفظ والحفظ، يعني إذا كانت عندكم هذه ملكة الحفظ استغلوها. ستأتي القصائد والأبيات هكذا، ربما تتشابه مثل ما يقال يقع الحافر على الحافر، ولكن المعاني مطروحة في الطرقات، كما قال مطروحة في الطرقات. فيعني ليس لأحد ملكية خاصة بهذا المعنى أو هذه الكلمة أو هذه المفردة. غدا إن شاء الله يعني لما تبدأ الورشة ذكروني إن أعلمكم سر يساعدكم في كتابة قصيدة موزونة، وراح إن شاء الله يقبل الشخص إنه يكون معانا. راح أقدم لكم مثال، أنا بدأت معاه هذه التجربة وبالفعل نجحت. طالب كان عندي في الجامعة وكنت معاه في هذه التجربة وبالفعل نجحت يعني، لكن هو اتجه للشعر النبطي. فأتمنى أن من يحب الشعر أن يجرب هذه التجربة اللي راح أقولها بكرة ويبدأ فيها. شمسر إنزين. طبعا أعتقد بأن وقتنا انتهى. أنا حطيت هنا المواقع التواصل الخاصة بي. أتمنى أن الأشخاص اللي اليوم شفتهم أشوفهم بكرة. نعم إدريس، عشان أضمن إن الموجودين اليوم أراهم غدا، ما في تهرب.
وفي أسرار ثانية راح أخبركم عنها. براء، من أي وقت أحسستي؟ ذكريني براء إن بكرة أجيبك على هذا السؤال، لأن وقت الورشة أعتقد عايشة خلص صح؟ إيه خلص. خلص براء، أعيد السؤال غدا نزين، وبجاوبك على أول قصيدة بعد كتبتها وماذا فعلوا بي إن شاء الله. يعطيك العافية دكتورة، والشكر لحضورنا، ونتلاقى باكر إن شاء الله في محور ثاني. موسيقى الشعر إن شاء الله، وآسفة براء، آسفة، إن شاء الله أجيبك على هذا السؤال وذكرني غدا إن شاء الله. شكراً، وألقاكم غداً إن شاء الله. خلاص نشوفك براء غداً من بداية الورشة. مع السلامة، أشوفكم.